عمر اليماحي وسلطان عبد الله ثنائي يشتركان في لعبهما في مركز حراسة المرمى. قد تكون أهدافهما في المستقبل البعيد التألق مع نادي ديب الحصن، ولكن في الوقت الحالي هما أحد المرشحين بقوة للدخول في ترشيحة النادي للفوز بجائزة رياضي الشهر المميز التي يمنحها النادي. أنا أحب حارس المرمى عشان أكبر عشان أستوي في المستقبل وأستوي علي الحصان. أنا كنت أتحرك وأنجز وأسوي كل شيء، وكنت بستوي نفس ماجد دراسة. والله الحارس ما شاء الله عليه، هو حارس مدرسة صغير بالسن، لكن ما شاء الله مثل ما لاحظت يعني التقط كذا كرة وشل كذا كرة من تحت العارضة، فما شاء الله عليه حارس ممتاز جدا، وإن شاء الله يكون له مستقبل يعني. مبادرة الرياضي المتميز هذه تهم في الوقت الراهن منتسبي نادي ديب الحصن في عدد من الرياضات، وللفوز بها هناك شروط معينة لا تعتمد على الموهبة فقط. اللجنة راح تكون من المدربين ومن الإداريين، وراح يقيمون يعني هذا اللاعب هل ملتزم أخلاقيا، ملتزم حضوريا، ملتزم رياضيا، ملتزم كذلك دراسيا، فراح نعمل له يعني مكافأة شهرية يعني. من بين راشد وأمثاله من الرياضيين قد يقع الاختيار على رياضي الشهر المميز، ولكن إلى جانب هذا اللقب المشرف هناك هدف آخر محوره صناعة بطل المستقبل. فكرة من هذه هي إبراز المواهب الصغيرة هذه المتميزة، وإن شاء الله نبرزها للنادي نفسه اللي هو ينتمي له وللدولة ككل يعني. تكون مبادرة مميزة لتكريم الأفضل بين رياضي ديب الحصن، ولكن هي أيضا خطوة هامة من أجل تهيئتهم مستقبلا لدخول عقلية الاحتراف بما تقتضيه من شروط والتزامات.